مع دخول العراق بالموجة الثالثة من موجة فيروس كورونا التي بدأت في الانتشار في العراق، يبدو أن الموجة اختلفت عن سابقاتها بانتشار كبير أو زيادة كبيرة بعدد الإصابات في عموم مناطق العراق. هذه المسألة وضعت تحديات كبيرة جدا أمام المؤسسة الصحية وعبر واقعها ومستشفياتها التي امتلأت في المحافظات الجنوبية بالمصابين. خرجت الدعوات السريعة إلى ضرورة أن يكون هناك إجراءات مشددة تفرض من قبل الجهات المختصة للسيطرة على الواقع الوبائي في العراق وسيطرة على هذا الموقف الذي بدأ يهدد الواقع الصحي في العراق. متابعينا الكرام، العمل بهذا المجال يتطلب تكاتف حقيقي من قبل المواطن مع المؤسسة الصحية ومع الإرشادات والإجراءات التي تفرض من قبلها، وذلك كي لا يدخل العراق بمتاهات جديدة، متاهات صحية متدنية هو في غنى عنها. إذن هذا الموضوع بالدرجة الأساس تكمن أهميته بتعاون المواطن مع الجهات الرقابية الصحية للحفاظ على الواقع الصحي في العراق. فما هي الإجراءات التي ستفرض من قبل القطاع الصحي مع الزيادة الكبيرة لعدد الإصابات خلال الفترة أو الأيام القليلة الماضية، وكيف سيتعامل المواطن العراقي معها؟ هل هو بقدر المسؤولية للحفاظ والسيطرة على الموقف الوبائي عبر اتباعه الإرشادات والحفاظ على سلامته وسلامة المجتمع؟